الأخت ليلى من سوهاج عندها مشكلة مع والدتها، يعني دائمة وهي مش عارفة تعمل إيه. طيب الإنسان في هذه الحياة قد يبتلى بأن في بعض الأشخاص في حياته يبقوا سبب الكدر وسبب التعاسة، ويبقى التخلص منهم أمر غير ممكن. يعني لو هي زوجة يستطيع أن يطلقها، لو مدير في العمل يستطيع أن يسيب العمل، لكن تعمل إيه إذا كان الوالد أو الابن أو الأخ؟ دي علاقات قدرية لا يمكن للإنسان أنه ينفك عنها، فيعتبر الإنسان أن ده بلاؤه في هذه الدنيا، ويستحضر، والعلاج في هذا أنه يستحضر ربنا سبحانه وتعالى في كل خطوة وكل كلمة يقولها أو يفعلها. فإذا أسقط الناس ربنا يمده بمدد عظيم، وإذا أسقط الناس وبقى تصرفه مع الآخر لا يبره ولا يحسن إليه إلا فقط لملاحظاته لربنا سبحانه وتعالى، هذا الفعل يقطع الإنسان في علاقته بالله تعالى مسافات وأشواط لا يقطعها في سنوات عديدة من العبادة والتنسك. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا في الحديث الشريف فقال: ليس الواصل بالمكافئ، إنما الواصل والذي إذا قطعت رحمه وصلها. يا سلام. فإذا كانت الأمة هذه يعني تستمر في صلة تستمر رحمها في الإحسان وفي بر أمها وفي بل أكثر مما كانت تفعل، وإذا رأى الله تعالى منها صدقا شرح صدر هذه الأم وأصلح حالها إن شاء الله.